بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. إذن في هذه الفقرة سنرى أيضا بعض العبارات التي نستطيع من خلالها أن نعبر عن آرائنا. طبعا رأينا في الفقرة السابقة عبارة أمونافي في رأيي، أو نقول أطونافي يعني في رأيك. ما هو رأيك في هذا الموضوع؟ أو ماذا ترى في هذا الموضوع؟ ممكن أننا نسأل عن شخص في الغائب فنقول أسونافي يعني في رأيه ماذا يقول في هذا الموضوع مثلا. ممكن ننسب العبارة لمن شئنا. طبعا في هذه الفقرة سنتحدث عن صيغة أخرى من خلالها نستطيع التعبير عن آرائنا. نقول مثلا Je suis d'accord، أنا متفق. وممكن أننا نستعمل la négation. la négation يعني النفي. أقول Je ne suis pas d'accord، إذن أنا غير متفق. ثم أعطي رأيي الذي يخالف ما أسمع. طبعا كما رأينا أقول Est-ce que le cèdre est d'accord avec l'oiseau؟ Est-ce que le cèdre est d'accord avec l'oiseau؟ هل شجرة الأرز متفقة مع الطائر؟ طبعا حسب ما رأينا يمكن الإجابة Non, le cèdre n'est pas d'accord avec l'oiseau. Non, le cèdre n'est pas d'accord avec l'oiseau. يعني أن شجرة الأرز ليست متفقة مع الطائر. يمكن مثلا أن أطلب من شخص فأقول له خالد viens jouer au football avec nous. Tu seras arbitre. خالد viens jouer au football avec nous. Tu seras arbitre. خالد تعال لتلعب معنا كرة القدم. Tu seras arbitre. أنت ستكون حكم. عندنا سورة هذا la conjugaison du verbe être au futur simple. أقول في البريزون tu es. Je suis tu es. إذن في البريزون في الحاضر أقول له tu es arbitre أنت حكم، لكن أنت ستكون حكم أقول له tu seras arbitre أنت ستكون حكم. إذن خالد viens jouer au football avec nous tu seras arbitre. إذن فيقول خالد مثلا non je ne suis pas d'accord je veux être goal. non je ne suis pas d'accord أنا لست متفقا. je veux être goal. Je veux être goal. طبعا كلمة goal بالإنجليزية تعني الهدف، تعني le but، تعني الطموح، تعني المرمى. في اللغة الفرنسية نقول le gardien de but. le gardien de but كما نقول حارس المرمى. طبعا goal ممكن أن تعني باللغة الفرنسية le but. طبعا أصبحت تأخذ معنى le gardien de but. le gardien يعني حارس، تأتي من فعل غاردي يعني حرسة. لو غاردي دو بيوت، إذا نتكلم عن حارس المرمى. طبعا نمشي في هذا المعنى. طبعا أصبحت كلمة goal أنها تختصر كل هذه الكلمات. إذا je veux être goal كما لو يقول هنا أنا أريد أكون مرمى، ولكن المقصود أنا أريد أكون حارس مرمى. non je ne suis pas d'accord je veux être goal. non je ne suis pas d'accord Je veux être goal. ممكن أن شخصا ما مثلا في حوار ما أنه يقترح موضوعا، يقترح فكرة، فتقول مثلا Je suis d'accord avec cette proposition également. طبعا proposition تأتي من فعل proposer. proposer يعني اقترح. Je suis d'accord avec cette proposition également. أنا متفق مع هذا الاقتراح أيضا. إيغال إيغال المقصود بها يساوي. هنا إيغالمون إيغالمون كما نقول بشكل متساوي، المقصود أنك بشكل متساوي مع الذي اقترح الاقتراح أو الفكرة. Je suis d'accord avec cette proposition également. أنا متفق مع هذا الاقتراح أيضا. ممكن أننا نضيف الكلمة التي نرى هنا Je suis d'accord je le répète avec cette proposition également. أنا متفق أعيد وأكرر avec cette proposition également مع هذا الاقتراح أيضا. Je suis d'accord je le répète. طبعا عندنا لو فيرب répète يعني أعاد وكرر. إذن je répète je répète أنا أعيد أنا أكرر. Je suis d'accord je le répète avec cette proposition également. أنا متفق أعيد وأكرر avec cette proposition également مع هذا الاقتراح أيضا.
أو تقول je suis d'accord avec cette vision. أنا متفق مع هذه الرؤية. ممكن أنني أسمي هذا الرأي أو هذا الاقتراح أو هذه الفكرة أسميه رؤية. طبعا تأتي من فعل voir vision يعني رؤية. voir يعني رأى. le verb voir هذا فعل رأى. je suis d'accord avec cette vision. أنا متفق مع هذه الرؤية. je suis d'accord avec cette vision. أنا متفق مع هذه الرؤية. أو أقول في عبارة أخرى je suis d'accord avec ce point de vue. je suis d'accord avec ce point de vue. أنا متفق مع هاد نقطة الرؤية. أنا متفق مع هاد نقطة الرؤية. طبعا في اللغة العربية نقول زاوية نظر. زاوية نظر كما لو أن الشخص ينظر إلى الموضوع من زاوية معينة والآخر ينظر له من زاوية أخرى والثالث ينظر له من زاوية ثالثة. إذن كل شخص المقصود أنه له فكرته وله رأيه في الموضوع وله رأيه في الموضوع. طبعا في اللغة الفرنسية يقولون نقطة نظر. نقطة نظر كما لو أن لكل شخص نقطة ينظر منها للموضوع. الفكرة نفسها هناك فرق فقط في التعبير. Je suis d'accord avec ce point de vue. أنا متفق مع هذا زاوية نظر. المقصود أنا متفق مع هذا الرأي. إذن الرأي الذي يمثله شخص ما كما لو أنه زاوية أو نقطة ينظر منها هذا الشخص. المقصود أنه له رؤيته الخاصة للموضوع وأنا متفق مع هذه الرؤية. Je suis d'accord avec ce point de vue. أنا متفق مع هذه زاوية النظر أو كما عندنا هنا مع هذه نقطة النظر. المقصود أنا متفق مع هذا الرأي. نفس الصيغة في عبارة أخرى sur cette question حول هذا السؤال. المقصود حول هذا الموضوع. sur cette question حول هذا السؤال كما نقول هنا على هذه السؤالة. طبعا question سؤال في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة كما نقول السؤالة. المقصود السؤال sur cette question حول هذا السؤال je suis d'accord avec le point de vue. أنا متفق مع زاوية النظر كما شرحنا exprimé المعبر عنها par monsieur le juge المعبر عنها من طرف السيد القاضي. إذن أنا متفق مع هاد زاوية النظر المعبر عنها من طرف السيد القاضي. sur cette question je suis d'accord avec le point de vue exprimé par monsieur le juge. sur cette question je suis d'accord avec le point de vue exprimé par monsieur le juge. même si je ne suis pas d'accord avec le point de vue des députés du bloc sur cette question je dois avouer qu'ils ont fait leur devoir. je dois avouer qu'ils ont fait leur devoir. même si je ne suis pas d'accord avec le point de vue des députés du bloc sur cette question je dois avouer qu'ils ont fait leur devoir. même si rarement anna même si rarement anna je ne suis pas d'accord avec le point de vue des députés du bloc رغم أنني غير متفق مع زاوية النظر. رغم أنني غير متفق مع زاوية النظر دي ديبيوتي. طبعا ديبيوتي المقصود به نائب في البرلمان عضو رسول مبعوث مندوب. إذا ممكن أن هذه الكلمة تعني كل هذه المعاني. هنا ديبيوتي كما نقول عضو دي بلوك للكتلة. بلوك المقصود بها كتلة. طبعا كما تنعرفوا بأن البرلمان التي صوت على القوانين المقترحة أنه تتكون من مجموعة أعضاء تمثل واحد المجموعة أحزاب. كل حزب حزب على حساب التصويتات اللي صوتوا عليه الناس تيكون عنده أعضاء ديالو في البرلمان باش يصوتوا على القوانين. أحيانا بعض الأحزاب تيكونوا عندهم أعضاء قلال باش يتقووا هاد الأحزاب. شنو تيعملوا؟ أنهم تيتكتلوا مع أحزاب أخرى تيوليوا مجموعة واحدة وبالتالي تيكونوا عندهم أعضاء أكبر في البرلمان وبالتالي تولي الصوت ديالهم أنه عنده مفعول بحيث أنهم إلا اتفقوا على واحد الموضوع يصوتوا عليه تيصوتوا عليه بلا أو نعم. إذا نتكلم عن بلوك إذا نتكلم عن كتلة. إذا هنا نتكلم عن أعضاء الكتلة. إذا واحد الأعضاء تمثل واحد مجموعة أحزاب في البرلمان
اقترحوا واحد الموضوع، اقترحوا واحد القانون مثلا، فغيتكلم نائب اخر شنو غيقول؟ انا غير متفق مع رؤيه الكتله. طبعا نتكلم عن مجموعه اشخاص تيمثلوا واحد المجموعه احزاب وكلهم متفقين على واحد الموضوع سواء بالنفي او بالاثبات. اذا انا غير متفق مع هذه الرؤيه اللي تتمثل هاد الناس ككل. اذا ماذا اقول؟ ميم سي جو نو سوي با داكور افيك لو بوين دو في دي ديبيتي دي بلوك، رغم انني غير متفق مع رؤيه اعضاء الكتله سور سيت كاستيون، حول هذا الموضوع كما شرحنا، جو دو افوي، جو دو افوي هذا لو فيرب دو فوار يعني فعل توجب، جو دو كما لو اقول انا اتوجب، المقصود يتوجب علي. افوي، افوي سي لو فيرب افوي يعني فعل اعترف، جو دو افوي علي ان اعترف، علي ان اعترف كيلز اون في بانهم فعلوا لو دوفوار. كما نلاحظ هنا عندنا جو دو سي لو فيرب دو فوار، وعندنا في الاسفل لو دوفوار يعني واجباتهم. اذا لو دوفوار المقصود بالواجب، لو فيرب دوفوار هذا فعل توجب، جو دو يتوجب علي افوي اعتراف، الاعتراف كما نقول كيلز اون في بانهم فعلوا لو دوفوار واجباتهم. اذا هنا اعتراف طبعا من هد المتكلم يقول طبعا انا غير متفق مع زاويه النظر المتعلقه بالكتله، لكن رغم ذلك ميم سي كما نلاحظون، لكن رغم ذلك علي ان اعترف بانهم يقومون بعملهم. اذا هم مجتهدون حقيقه، لكنني غير متفق معهم في توجههم. هذا هو المقصود بهذه العباره. ميم سي جو نو سوي با داكور افيك لو بوين دو في دي ديبيتي دي بلوك سور سيت كيسيون، جو دو افوي كيلز اون في لور دوفوار، جو دو افوي كيلز اون في لور دوفوار. ممكن انك مثلا تقول رايك في موضوع ما، فيتكلم شخص من بعدك يذكر بعض النقاط التي يتفق معك فيها، لكن هناك نقاط اخرى لا يتفق معك فيها طبعا ويقترحها. اذا طبعا فتعقب فتقول جو سوي داكور افيك سو بوين، جو سوي داكور افيك سو بوين، انا متفق مع هذه النقطه. دون لو كونتكست في مجال او في سياق، او في سياق دون لو كونتكست في مجال او في سياق de ce que je viens de vous dire, de ce que je viens de vous dire يعني فيما قلته الان، de ce que je viens de vous dire فيما قلته الان، انا قلت الان قبل قليل كلاما، اذا انا متفق مع هذه النقطه، ولكن دائما في حدود كلامي الذي قلته قبل قليل، ولكن في حدود كلامي الذي قلته قبل قليل. المقصود انني متفق مع هذه النقطه فقط في النقاط المشتركة بيننا، فقط في النقاط المشتركة بيننا، هذا هو المقصود بهذا الكلام. طبعا عندنا هنا جو فيان، جو فيان هذا لو فيرب فونيغ، هذا فعل أتى، ولكن يأتي أحيانا كما عندنا هنا كمساعد فقط. هنا ليس المقصود به كو جو فيان بحيث أنني أتيت أو أنني جئت، هنا عندنا جو فيان دو ديغ، جو فيان دو دير. طبعا هنا لو فيرب فونيغ سي ان اوكسيليير، هو فقط مساعد. ما معنى مساعد؟ اننا اتينا به ليساعدنا على صرف فعل ياتي بعده. ما هو الفعل الذي ياتي بعده هنا؟ هو لو فيرب دير، هو فعل قال. اذا نحن ناتي بهاد فيه اللي هو لو فيرب فونيغ لكي يساعدنا على تصريف لو فيرب دير فعل قال، لنصل من خلال هذا الصرف الى معنى. ما هو المعنى المستهدف هنا؟ جو فيان دو دير، عندما ناتي بمثل هذه الصيغه المقصود بها انا قلت قبل قليل، جو فيان دو دير انا قلت قبل قليل، جو فيان دو بارلي انا تكلمت قبل قليل، جو فيان دو مونجي انا اكلت قبل قليل، جو فيان دو سورتير انا خرجت قبل قليل الى اخره. يعني اقول جو فيان ثم اضع الفعل المستهدف بعد هذه الصيغه. اذا اقول مثلا جو فيان ديكخير، جو فيان ديكخير انا كتبت قبل قليل،
Je viens de lire. أنا قرأت قبل قليل. Je viens de lire un roman. أنا قرأت قبل قليل قصة أو رواية. إذن علينا أن نفرق بين هاد الاستعمالات المتعلقة بفعل venir. هاد لو فيرب venir كمجموعة أفعال أخرى يأتي أحيانا ليساعدنا على تصريف أفعال أخرى تأتي بعده. طبعا كل فعل من هاد الأفعال تفيد واحد المعنى. بالنسبة لو فيرب venir عندما يأتي كمساعد يفيدنا في المعنى الذي نريد أن نقوله اللي هو قبل قليل. عندما أقول je viens de l'école أنا أتيت أنا آتي من المدرسة. je viens de l'école أنا جئت من المدرسة أو أنا أجيء من المدرسة. ولكن عندما يأتي بعده فعل je viens de sortir de l'école أنا خرجت قبل قليل من المدرسة. هنا ولا بعد منه فعل آخر ماشي جا هاد لو فيغ فونيغ بوحدو. هنا ما جاش لو فيغ فونيغ لوحده كما نقول دون فعل آخر بل أتى بعده فعل سورتيغ. طبعا ممكن أننا نصرف هالتركيبة مع كل ضمائر. أقول مثلا tu viens de sortir de l'école أنت خرجت قبل قليل من المدرسة أو أنت خرجت قبل قليل من المدرسة. il vient de sortir de l'école هو خرج قبل قليل من المدرسة. الذي يصرف هنا هو لو فيرب فونيغ. أما الفعل الذي يأتي بعده فلن يصرف. لماذا؟ لأنه يأتي بعد ده. كل أفعال التي تأتي بعد ده لا تصرف أنها تبقى الانفينيتيف. أنها تبقى الانفينيتيف. il vient de sortir. إذن هذا الفعل sortir لو فيرب sortir يأتي بعد ده. إذن كما نلاحظ وبالتالي لن يصرف. طبعا هناك حالات أخرى لا يصرف في الفعل كما ذكرنا فيما سبق. إذا أتى بعد فعل آخر بشكل مباشر، إذا أتى بعد pour، إذا أتى بعد a إلى آخره. Nous venons de sortir de l'école. نحن خرجنا قبل قليل من المدرسة. Nous venons de l'école. نحن نأتي من المدرسة. نحن نجيء من المدرسة. Nous venons de sortir de l'école. Nous venons de sortir de l'école. نحن خرجنا قبل قليل من المدرسة. إذن فلنلاحظ الفرق. إذن كما قلنا قبل قليل je suis d'accord avec ce point dans le contexte de ce que je viens de vous dire. dans le contexte de ce que je viens de vous dire. أنا أتفق مع هذه النقطة في مجال أو في سياق de ce que je viens de vous dire فيما قلته قبل قليل. طبعا كلمة accord أنها تعني الاتفاق. l'accord يعني الاتفاق. عندما نقول داكور كما نقول للاتفاق المقصود متفق. نلاحظ هذه العبارة مثلا cet accord هذا الاتفاق comme étant une trahison comme étant كما نقول ككونه une trahison خيانة. إذن أنا أقول عن اتفاق مثلا أنه يبرم خفية هو يعتبر خيانة. مثلا cet accord comme étant une trahison إذن هذا الاتفاق ككوني كوم كا إطن نتكلم عن لو فيرب كان نتكلم عن لو فيرب إتخ اللي هو لو فيرب كان تقريبا في اللغة العربية. إذن نقول إطن كما نقول كونا المقصود كونه. نتكلم عن هاد لاكور ست أكور كوم إطن إن تخايزون. إذن هذا الاتفاق ككونه إن تخايزون طبعا لا تخايزون المقصود بها الخيانة. إذن ككونه خيانة et je suis d'accord avec lui sur ce point وأنا متفق معه حول هذه النقطة. مثلا إحنا في واحد البلاد وناض واحد السياسي مثلا وقام بواحد الاتفاق مع بلد آخر معادي. يتكلم شخص يقول عنه بأنه خيانة وأنا متفق مع هذا الشخص وأنا متفق مع رؤية هذا الشخص الذي يقول عن هذا الاتفاق بأنه خيانة. إذن طبعا أنا أيضا أعتبره خيانة وبالتالي فأنا متفق مع المتحدث. ممكن أننا نكون أحزابا ممكن أنه يكون لنا حزب مثلا ثم يكون هناك شخص مثلا أو عضو يبرم اتفاقا خفية مثلا مع حزب معادي خفية. طبعا هناك عضو يقول عن هذا الاتفاق بأنه خيانة وأنا أيضا أتفق مع رأي هذا العضو. إذا ماذا أقول ستاكور كوميتون إن تخيزون هذا الاتفاق ككونه
خيانة، المقصود أنه يعتبر كخيانة. Et je suis d'accord avec lui. وأنا متفق مع هذا المتكلم. Sur ce point. حول هذه النقطة. على هذه النقطة. المقصود حول هذه النقطة. ممكن أننا نقول في عبارة أخرى مثلا. De ce point de vue. De ce point de vue. إذا فيما يخص هذه نقطة النظر. De ce point de vue. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. De ce point de vue. لهذا نقطة النظر المقصود لهذا زاوية النظر المقصود أيضا فيما يخص هذا الرأي المقصود فيما يخص هذا الرأي المقصود فيما يخص هذا زاوية النظر أو بمعنى آخر فيما يخص هذا الرأي. إذن هناك رأي يقترح أو هناك موضوع مطروح. إذن فيما يخص هذا الموضوع فيما يخص هذا الرأي je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. أنا غير متفق. Avec ce que vous avez dit. Avec ce que vous avez dit. مع الذي قلته. Vous avez dit, أنت قلت. أنتم قلتم كما نقول. Vous avez dit, أنتم قلتم. Ce que vous avez dit, الذي قلتموه. Avec ce que vous avez dit, مع الذي قلتموه. إذن, je ne suis pas d'accord, أنا غير متفق. Avec ce que vous avez dit. أنا غير متفق مع الذي قلتموه. إذن, De ce point de vue, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. إذن فيما يخص هذه نقطة النظر المقصود فيما يخص هذا الرأي أو الموضوع je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. أنا غير متفق مع الذي قلتموه. ممكن أنك تقول لشخص مثلا أو لمجموعة أشخاص je ne suis pas d'accord avec vous. أنا غير متفق معكم sur tous les points. Sur tous les points. على كل النقاط. المقصود حول كل النقاط. إذن كل النقاط التي طرحتموها أنا غير متفق معكم فيها. Je ne suis pas d'accord avec vous sur tous les points. أنا غير متفق معكم على كل النقاط. يمكن أن نقول في عبارة أخرى مثلا Ce sont des gens responsables. Mais je ne suis pas d'accord avec leur idéologie politique. Ce sont des gens responsables. Mais je ne suis pas d'accord avec leur idéologie politique. إنهم أشخاص مسؤولون. المقصود أنني أعترف لهؤلاء الأشخاص بالمسؤولية. بأنهم أشخاص يتحملون فعلا المسؤولية. وبأنهم أشخاص محترمون. Mais je ne suis pas d'accord avec leur idéologie. Mais, ولكن, je ne suis pas d'accord avec leur idéologie politique. ولكن أنا غير متفق مع إيديولوجيتهم السياسية. طبعا ممكن أنني أرى أشخاصا يعني يظهرون بشكل محترم يجتهدون أنهم يعبرون عن مسؤوليتهم إلى آخره لكن الأفكار التي يعتنقونها غير صحيحة. وهذا يحصل كثيرا ويؤدي بالكثير من الناس إلى الانزلاق بحيث أنك ترى أشخاصا مسؤولون مجتهدون متفانون في عملهم لكنهم يتبعون ايديولوجيات منحرفة وهذا يقع كثيرا. Ce sont des gens responsables. هم اشخاص مسؤولون. Mais je ne suis pas d'accord avec leur idéologie politique. لكنني انا غير متفق مع ايديولوجياتهم السياسية. المقصود الافكار التي يأتون بها والتي مثلا تناقض معتقداتنا تناقض توجهاتنا تناقض توابتنا مثلا أو أنها غير صحيحة. ممكن أنك تجد شخصا يصنع لك أشياء تعجز عنها وعنده من العلم ما لا حصر له في هذا المجال طبعا فتعجب به كثيرا لكن إذا رأيته يعبد بقرة هل ستتبعه؟ طبعا لا. طبعا ستأخذ منه الأشياء الجميلة وتترك الأفكار السيئة. طبعا هناك أمثلة كثيرة من هذا النوع. تجد الأشخاص يغترون بشخصين فيأخذون الأشياء الإيجابية ومعها السلبية. إذن طبعا هذا الذي تعنيه هذه العبارة. Ce sont des gens responsables. هم أشخاص مسؤولون. Mais je ne suis pas d'accord avec leur idéologie politique. إذن طبعا هم أشخاص محترمون. لكن أنا غير متفق مع إيديولوجياتهم السياسية. طبعا لا نتكلم عن الإيديولوجية الدينية مثلا. أو المعتقدات بل نتكلم عن الإيديولوجية السياسية مثلا الليبرالية
أو الاشتراكية أو الرأسمالية أو ما يشبه هذا الموضوع. في نفس السياق ممكن أنه يكون عندنا السؤال التالي: Que puis-je faire؟ ماذا أفعل أنا؟ أقول je puis أو bien je peux أو bien je peux. إذا ماذا أستطيع أفعل؟ Je peux يعني أنا أستطيع. C'est le verbe pouvoir. هذا فعل استطاع أو أمكن. Je peux أنا أستطيع. أو أقول je puis. أقول je peux أو bien je puis. الصرفين صحيحين. إذا Que puis-je faire؟ ماذا أستطيع أفعل؟ Si je ne suis pas d'accord avec une décision. إذا أنا لم أكن متفق مع قرار. هناك قرار ينزل علي. إذا لم أكن متفق معه ماذا أفعل؟ إذا Que puis-je faire si je ne suis pas d'accord avec une décision؟ إذا لم أكن أنا متفق مع قرار. نتكلم عن une décision. قرار ومن فعل décider. décider يعني قرر. décider يعني قرر. إذا une décision قرار. Que puis-je faire? Que puis-je faire si je ne suis pas d'accord avec une décision? Si je ne suis pas d'accord avec une décision. في موقف آخر ممكن أنني أقول je ne suis pas d'accord avec ce. أنا غير متفق مع أولئك. أنا غير متفق مع أولئك. Je ne suis pas d'accord avec ce. أنا غير متفق مع أولئك. هنا أتجنب ذكر الأسماء كما نلاحظ. Je ne suis pas d'accord avec ce. أنا غير متفق مع أولئك. كي أفيرن الذين يعلنون أو يقولون que la coopération بأن التعاونية اتنشك هي فشل. أنا غير متفق مع أولئك الذين يعلنون بأن التعاونية اتنشك هي فشل. المقصود أن تسير إلى الفشل. إذن أنا غير متفق معهم. إذن الأشخاص الذين يقول عنها التعاونية التي أنشأناها بأنها تسير إلى الفشل أنا غير متفق معهم. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui affirment que la coopération est un échec. أنا غير متفق مع أولئك الذين يعلنون بأن التعاونية هي فشل. ممكن أنني أتفق مع جزء من رأي سمعته والجزء الآخر لا أتفق معه. أقول Je ne suis pas d'accord avec la première partie de cette déclaration. أنا غير متفق مع الجزء الأول من هذا الإعلان. Je ne suis pas d'accord avec la première partie, avec la première partie de cette déclaration. Je ne suis pas d'accord avec la première partie de cette déclaration. De cette déclaration. إذن هذه مجموعة نماذج لعبارات نستعمل فيها عبارة Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord من أجل التعبير عن الرأي. إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.